السلام عليكم. إسرائيل تمكنت من اغتيال عناصر من الفصائل المسلحة الموالية لإيران وتحديدا حزب الله اللبناني، وذلك من خلال ضربات عنيفة جاءت في العمق السوري ليلة يوم أمس. هذا الأمر وتفاصيله أصبحت واضحة من خلال ما نشر من قبل وكالة سانا السورية، والمزيد من التفاصيل نشرت أيضا من المرصد السوري لحقوق الإنسان حول ما جرى. وكانت هذه هي اللحظات الأولى للمضادات الجوية السورية وهي تتصدى لهذه الصواريخ الإسرائيلية. وأيضا هنا ستلاحظ هذه واحدة من النقاط الأخرى التي ضربت طبعا من قبل الجيش الإسرائيلي، عدد من النقاط هي التي ضربت من قبل الجانب الإسرائيلي. التفاصيل ببساطة بأن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي حلق طبعا فوق الجولان مستهدفين دمشق العاصمة السورية باستخدامهم طبعا لستة صواريخ ومنظومات الدفاع الجوية التابعة للجيش العربي السوري، حاولت للتصدي لهذه الصواريخ ولكنها طبعا لم تتمكن من التصدي لجميع الصواريخ. بعض الصواريخ قد تمكنت من إسقاطها، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تمكنت من الوصول إلى نقاطها واستهدفت مطار دمشق، بالإضافة إلى نقاط تابعة لمنطقة السيدة زينب في دمشق. ولكن هنالك الكثير من التفاصيل المرتبطة في طبيعة هذه الضربة الإسرائيلية، لأن النقاط التي استهدفتها هي ليست بالنقاط العادية، خاصة بما هو تابع لمنطقة السيدة زينب. هذه هي المنطقة ما بين السيدة زينب طبعا ومطار دمشق، ودعونا نتوقف هنا في هذه المنطقة. واحدة من النقاط التي استهدفها الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر هي منطقة تل خاروف. هنالك محطة رادارية تابعة لهذه المنطقة هي التي استهدفتها إسرائيل، وطبعا الهدف الأساسي من استهداف مثل هذه المحطات الرادارية هي من أجل تشتيت المنظومات الدفاعية السورية، ومن أجل جعل الأمور صعبة للغاية عليهم وللتصدي أو من التصدي للجانب الإسرائيلي والتصدي للصواريخ الإسرائيلية. وبالتالي إسرائيل تستطيع الوصول إلى النقاط التي تبحث من أو من أجل الوصول إليها. واحدة من النقاط التي وصلت إليها إسرائيل هي هذه المنطقة وهي مساكن نجهة، تمكنت من استهداف إحدى المقرات الخاصة والتابعة بحزب الله اللبناني. وواحدة من أخطر النقاط كما تحدثنا الآن هي ما بين المنطقة السيدة زينب والبحدلية، وتحديدا باتجاه هذه المزارع، مزارع تابعة لحزب الله اللبناني كما تحدث مرصد السوري لحقوق الإنسان، وبأن هنالك مزرعتين هي التي كانت هدفا للجانب الإسرائيلي، والهدف بشكل أساسي هي عن مقرين موجودة في هذه المزارع هي التي كانت هدفا للجانب الإسرائيلي. وهذا الأمر هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى اغتيال عنصرين من عناصر حزب الله اللبناني من الجنسية ومن حملة الجنسية السورية، بالإضافة أيضا إلى جرح 5 من حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى 3 أيضا من المدنيين. ولكن 2 من هؤلاء الجرحى من عناصر حزب الله اللبناني قد فارقا الحياة متأثرين طبعا بجراحهما بسبب هذه الضربة. وبالتالي نحن نتحدث عن 4 قتلى من عناصر حزب الله اللبناني من خلال هذه الضربة التي جاءت على كل هذه النقاط. وعلينا ألا ننسى نقطة مطار دمشق، ليس واضحا ما هي النقاط التي ضربت حتى هذه اللحظة، لأنها جاءت في الساعة أو في الساعة الأخيرة من ليلة يوم أمس. النقطة هنا والمزارع التي نتحدث عنها هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف، لا أبدا، بل هذه النقاط أو هذه النقطة أو هذه المنطقة استهدفت أكثر من مرة. نتحدث عن 3 أو حتى 4 مرات استهدفت هذه المنطقة. واحدة من أخطر المرات التي استهدفتها إسرائيل هذه المزارع تحديدا كانت في 2 ديسمبر، أي قبل 9 أيام بالضبط. وبعد هذه الضربة مباشرة التي نتحدث عنها في 2 ديسمبر جاءت وكالة إيرنا ووكالة تسنيم لتتحدث بشكل واضح بأن هنالك عنصرين من عناصر الحرس الثوري الإيراني هما اللذين طبعا قتلا من خلال هذه الضربة في 2 ديسمبر. من أهم الضباط والمستشارين في الحرس الثوري الإيراني في سوريا قد قتلا بسبب هذه الضربة. وكان هنالك أيضا صوتا لأحد المتواجدين هنا، ليس المصور، المصور يتحدث باللهجة السورية، ولكن من كان متواجدا يتحدث باللهجة اللبنانية، وفي هذا الموقع يطالب
من المدنيين أو يطالب من العناصر الموجودة أن يبعدوا المدنيين من هذه النقطة التي ضربت، مما يوضح بأن هنالك عناصر مهمة وخسائر مهمة قد جرت في هذه النقطة تحديدا التي استهدفت بهذا الشكل. وواحدة من الأمور المثيرة أن الخارجية الإيرانية اليوم كانت قد نشرت لها تصريحات أكدت انزعاجها من هذه الضربات التي جاءت على العاصمة السورية دمشق، وقالوا الآتي: هجمات إسرائيل على سوريا عدوان وانتهاك للقانون الدولي، وأي استهداف لمواقعنا لن يبقى دون رد. واضح أن هنالك انزعاج من الجانب الإيراني، مما يوضح أن هذه الضربة قد لا هي ليست بالعادية أبدا، وبأن إيران هنا بدأت تقول بأننا سنرد في نهاية المطاف إن استمرت الأمور بالتصعيد بهذا الشكل على مواقعهم في سوريا. والمثير بهذا الأمر أن الاغتيالات الإسرائيلية أصبحت خطيرة وخطيرة للغاية منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. قبل 4 أيام على سبيل المثال كان هنالك استهدافا قد جاء على مدينة البعث في القنيطرة كما تلاحظون هنا في 8 ديسمبر، وهذه الضربة جاءت على إحدى سيارات الأجرة الموجودة في مدينة البعث. وإذا ما أخذنا عددا من النقاط سنلاحظ بأن هنالك دوارا يأتي بالشكل البيضوي، وهذه منطقة تأتي بهذا الشكل طبعا المثلث تقريبا، وأيضا نلاحظ بأننا أمام مجموعة من الأشجار، شجرة واحدة منفصلة في زاوية هذه المنطقة، وأيضا مجموعة من الأشجار الأخرى، وتلاحظ أيضا بأن هنالك مبنى أبيض منفرد تقريبا من هذه المنطقة. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نذهب إلى هذه النقطة وهذه الضربة التي جاءت على سيارة الأجرة بطائرة مسيرة من قبل الجانب الإسرائيلي، سنذهب مباشرة من الجولان إلى القنيطرة طبعا إلى مدينة البعث. هذه مدينة البعث، ولنحاول أن نقترب من إحدى الدوارات الخاصة بهذه المنطقة. هذا هو الدوار بالضبط الذي جرى فيه الاستهداف بالالتفاف تقريبا ب 180 درجة، ونحاول التوقف هنا في هذه المنطقة. ستلاحظ بأننا أمام نفس النقاط تماما، أمام نفس الدوار، أمام نفس هذه النقطة التي قلنا بأنها تشبه الشكل المثلث كما هو واضح، مجموعة من الأشجار، شجرة واحدة تأتي منتصف الطريق تقريبا بهذا الشكل، وهنا مجموعة أشجار أخرى، وهذا هو المبنى الذي كان ظاهرا. وهذا يوضح بأن إسرائيل حقيقة كانت حقيقة تتابع هذه الطائرة على طول هذا الطريق، والواضح من الصورة بأن سيارة الأجرة كانت قد استهدفت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب من الطائرة المسيرة في هذه المنطقة تقريبا، وبمجرد طبعا ما استهدفتها السيارة جاءت بهذا الشكل وبهذه المنطقة وتوقفت، وبالتالي بهذه النقطة، وبالتالي كانت الصورة واضحة بأنها التقطت من هذه المنطقة. وبالتالي هذه الضربة لم تكن عادية لأنها أدت إلى مقتل 3 عناصر من عناصر حزب الله اللبناني باعتراف حزب الله اللبناني الذي نشر صور القتلى في هذه المنطقة، وقالوا أساسا هؤلاء تابعين إلى وحدة الجولان التابعة لحزب الله اللبنانية التي تعمل في الداخل السوري، بالإضافة إلى أن قلعة المضيق كانت قد أكدت أيضا أن هنالك عنصرا آخرا من العناصر السورية وهو قائد خلية المقاومة الإسلامية الموجودة في تلك المنطقة. وبهذا الشكل إسرائيل تختال كل شيء، تختال عناصر ومفاتيح مهمة للغاية لحزب الله اللبناني، للحرس الثوري الإيراني، وحتى من العناصر السورية المتعاونة مع حزب الله اللبناني بشكل مكثف، بدلا من استهداف مستودعات السلاح والذخيرة كما اعتدنا الجانب الإسرائيلي من خلال ضرباته طبعا على العمق السوري. المثير بهذه المسألة إلى أن الجانب الإيراني أبدأ انزعاجه أيضا وبدأ يثور شيئا فشيئا، وإيران بدأت تصعد الآن من خلال تصريحات قد صدرت اليوم من قائد بحرية الجيش الإيراني الذي قال: سنطرد الأساطيل الأجنبية من المنطقة قريبا، وأشار بشكل مباشر إلى حاملة الطائرات العملاقة الأمريكية USS دوايت آيزنهاور التي قال بأننا سنخرجها من هذه المنطقة. الأمريكيون متواجدين في الخليج العربي لأنهم يريدون إثارة الفتن وغيرها، وبالتالي الجانب الإيراني بدأ يصعد في المياه وتجاه القطع العسكرية الأمريكية الاستراتيجية المهمة للغاية، وهذا يأتي متناغما مع تصعيد جماعة الحوثي أيضا في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب تجاه جميع السفن المتجهة تجاه إسرائيل وتجاه حتى القطع العسكرية الأمريكية في العديد من التقارير المتضاربة. وجماعة الحوثي تمكنت من إبعاد إحدى السفن
الفرنسية التي كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بطائرة مسيرة، هددوها وبالتالي غيرت مسارها، وهنا إسرائيل بدأت تتعرض للكثير من الضغوط لأن الموانئ لم تعد تستلم شيئا، وهذا يعني غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المواد التي كانت تدخل من النقاط المعينة القادمة طبعا من خليج عدن باتجاه البحر الأحمر إلى إسرائيل. سترتفع أسعار هذه المواد إن كانت مركبات أو غيرها من البضائع، وهذا التصعيد القادم من الجانب الإيراني أو حتى جماعة الحوثي يأتي مع التقدم الإسرائيلي الكبير في قطاع غزة، وهو مرشح أيضا بالنسبة للجانب الإيراني وحتى جماعة الحوثي والفصائل في المنطقة أن يتصاعد هذا التصعيد بشكل أكبر مع تقدم إسرائيل المستمر في داخل قطاع غزة. ونتحدث عن خان يونس بحسب أخبار غزة يوم أمس في 24 ساعة الماضية كانت قد نشرت لقطات لاشتباكات كبيرة بين الجيش الإسرائيلي والمدرعات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. من جهة أخرى هنا في هذه المنطقة اشتباكات كبيرة للغاية، محاولة من الفصائل الفلسطينية لإيقاف التقدم الإسرائيلي طبعا في خان يونس، ولكن هذه المنطقة بحد ذاتها تعتبر منطقة خطيرة وخطيرة للغاية على الفصائل الفلسطينية. وإذا ما أخذنا هذه الصورة على سبيل المثال وحاولنا أن نحلل الموقف، الاشتباكات واضح كانت في هذه المنطقة، والدبابات الإسرائيلية أساسا ظهرت في نقطة معينة من هذا الفيديو في هذا الاتجاه تقريبا الذي قمنا طبعا بالإشارة إليه. ويجب الانتباه أيضا أن الدبابة كانت تقريبا هنا في هذه الصورة وهي اقتربت بهذا الاتجاه، هذا كما نلاحظ مئذنة للجامع، ونلاحظ بأن هنالك شجرة أيضا وهذا مبنى واضح بجانب هذه الشجرة، تلاحظ هنا نقطة أخرى أيضا، وهذا هو اليوترن الخاص الموجود في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام علامات كافية لتحديد أي من النقاط سنكون أمامها طبعا في القمر الصناعي. لنتجه إلى خان يونس بسرعة، وهنالك ثلاثة شوارع هي التي تتقدم من خلالها إسرائيل، وواحدة من الشوارع المثيرة الآن التي تتقدم من خلالها هو هذا الشارع، شارع السكة الذي ترونه أمامكم، هذا هو الشارع بالضبط الذي تقدمت به إسرائيل، وهذه هي النقاط المتطابقة مع الصورة التي رأيناها قبل قليل. ستلاحظ أنت هنا أمام مئذنة الجامع، ستلاحظ أمام الشجرة هنا لوحدها، وهذا هو المبنى الذي كان ظاهرا من الصورة التي رأيناها الجانبية لهذه المنطقة. أين هي يا ترى طريق اليوترن الذي تحدثنا عنه بالابتعاد قليلا؟ ستلاحظ بأن هذه هي بالضبط نفس المنطقة التي رأيناها الآن، هذه هي منطقة اليوترن، هذه النقاط التي كانت ظاهرة أمامنا والجامع والنخلة التي كانت واضحة وهذا هو المبنى. وبالتالي هذا يوضح أن الجانب الإسرائيلي متواجد والدبابات متواجدة هنا في هذه المنطقة وتحاول التقدم بشكل كبير، والفصائل الفلسطينية تشتبك معها بقوة كبيرة للغاية. هذه المنطقة لماذا هي منطقة محورية ومهمة؟ وذلك لأن هذا يعني أن الجانب الإسرائيلي اقترب كثيرا من بلدية خان يونس، هذه هي مبنى بلدية خان يونس، وهذا يعني أن إسرائيل اقتربت من قطع الطرق تماما عن المنطقتين المهمة التي تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية ألا وهي خان يونس وكذلك بني سهيلة المهددة بشكل خطير من الجانب الإسرائيلي. فإسرائيل بحسب الوور مابر مؤخرا تمكنت من التقدم بهذا الطريق بأكمله وهو طريق جمال عبد الناصر، ووصلوا إلى هذه النقطة التي تأتي باتجاه سجن أصداء المركزي الموجود بهذا الاتجاه. والتقدم الذي تحدثنا عنه الآن من الجيش الإسرائيلي هو يأتي بهذا الشارع، هو شارع السكة، وها هم يصلون طبعا إلى مبنى بلدية خان يونس، أصبحوا قريبين للغاية، قد يكونوا سيطروا عليه، وأن سيطروا عليه طبعا على الأقل ناريا فإن هذا يعني سيطرتهم أيضا على هذا الدوار وهو دوار حميد. وهذا يعني ببساطة أن الجانب الإسرائيلي قد تقدم بهذا الشارع بشكل أكبر مما تحدثت عنه الوور مابر، وأيضا يعني ببساطة أن الجيش الإسرائيلي أيضا تمكن من التقدم بشارع خان يونس باتجاه دوار بني سهيلة. من السهل القول بأن التقدم يأتي بهذا الشكل وبأنهم عزلوا خان يونس عن بني سهيلة، ولكن الفصائل الفلسطينية طبعا تضع الآن الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، هي تحاول استغلال قدراتها الصاروخية والهاونات التي تتمتع بها من أجل استنزاف القوات الإسرائيلية قدر الإمكان، هي تحاول ضرب القوات الإسرائيلية في أي نقطة تتقدم إليها من أجل إبطاء الجانب الإسرائيلي، إيقاع
أكبر الخسائر الممكنة بالجانب الإسرائيلي واستغلال القناصة وغيرهم. ولذلك هنا في ظل هذا الضغط وفي ظل هذه الاشتباكات وعزل المنطقتين وسيطرة الفصائل الفلسطينية بهذا الشكل، يجب أن نكون منتبهين تماما بأن الجانب الإسرائيلي سيقوم ببساطة بضربات عنيفة قادمة تجاه خان يونس وتجاه كذلك بني سهيلة، وسيضربون هذه المناطق بضربات عنيفة لإبطاء عملية القدرات أو لاستنزاف القدرات واستهلاك قدرات الفصائل الفلسطينية في الدفاع عن هذه المنطقة. ولكن هذا هو الوضع الجديد في هذه المعركة في خان يونس التي تعتبر نقطة مهمة أساسية، وبالتالي إذا ما عدنا إلى الوور مابر فواضح أن التقدم الآن قد تغير، جاء بهذا الشكل إلى شارع السكة وقد وصل طبعا إلى هذه المنطقة. ويعني الجيش الإسرائيلي أيضا بحسب الموقع المهم للغاية وهو معهد دراسات الحرب أكد اتصال ووصول الجيش الإسرائيلي بهذا الشكل وإغلاقه لهذه المنطقة الوسطية التي تأتي من ضمنها منطقة عبسان الكبرى وكذلك عبسان الجديدة، وبالتالي الأمور تبدو صعبة على الفصائل الفلسطينية. وهذا الوضع هو التقريبي لما يجري، وبعض المصادر تقول أن بني سهيلة قد اخترقها الجيش الإسرائيلي كما نلاحظ بحسب معهد دراسات الحرب. بالتالي تقدم خطير، تقدم كبير للغاية وفي ظل تهديدات من الفصائل بالتصعيد، ولكن الجانب الإسرائيلي يعمل على اغتيالات كبيرة على حزب الله اللبناني، على الحرس الثوري الإيراني، والأمر مستمر كما شهدنا يوم أمس وليلة يوم أمس في داخل سوريا.